داق الخناق على الإرهابيين في قلب الغوطة الشرقية بعد أن أحكم الجيش العربي السوري الخناق عليهم من كافة الاتجاهات عبر تكتيك التجمع الناري والقتالي. فحاولوا عبثا بتسللا لبعض المناطق لفتح ثغرات فيها علها تعيد لهم بعض الحياة. عمليات الاشتباك دائرة بين قوات الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة. كما نلاحظ إحدى مدرعات قوات الجيش العربي السوري تقوم الآن بالاشتباك حسب ما علمنا مع رشاش تابع للمسلحين عيار 23 ملم. إذن هي عمليات تمركز مشتتة قام بها المسلحون وعمليات دك مركزة أفشل بها الجيش السوري ما كان مخططا لجبهة النصرة، لا سيما متزعم ما يسمى بلواء القعقاع. لاحظ بأن يعني قوات الجيش العربي السوري تقوم باستهداف تجمعات هؤلاء المسلحين كما هو ظاهر هنا يعني من خلال الدخان المتصاعد. كريم الشيباني لأخبار التلفزيون الغوطة.